السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة طبعا أعياد مصر كلها، أعياد الربيع وعيد الفطر، المهم النهاردة لقاء مع باحثين الدبلومات بالكلية تعويضا لبعض محاضرات الأجازات وبعض محاضرات اللي هي اجازات الميدترم وبعض المحاضره بتاع الاجازات مثلا زي النهارده كده يعني. ف اهلا ومرحبا بابناء الباحثين. عايز بس اقول انا اتكلمت في المحاضره الواقعيه اللي فاتت عن بعض الانظمه وبعض البرمجيات والكلام ده، لكن النهارده هنظم. انا بعت لكم قبل كده الملخص بتاع المحاضرة اللي فاتت اللي هي ازاي دخلنا من او بدأنا من اللوجيك لما رحنا للكمبيوتر او للتكنولوجيا او الانفورميشن تكنولوجيا. وقلت لكم في محاضرات قبل كده كتير ان الحاسب الآلي او علم الحاسب، الحاسب في النهاية ما هو إلا كوكتيل من المعادلات الرياضية، وتم تحويل اللوجيك أو الكريسب لوجيك إلى حاجة اسمها عشان نوصل من from logic to computers أو from logic to information technology from crisp logic to fuzzy logic to neutrophic logic. بعد كده اللوجيك تحول للرياضيات او ماثماتكس، في الكريسب ماثماتكس والفاضي ماثماتكس. بعد كده الفاضي ماثماتكس تحولت لنيتروسوفيك ماثماتكس، وكذلك اللوجيك تحول للرياضيات واحصاء، والاحصاء طبعا تحولت برضو لاحصاء فاضي او فاضي ستاتستيك لنيتروسوفيك ستاتستيك. بعد كده في النهاية اتعمل applications in computer science and information system. وقلت لكم في البداية ان المشكلة في الاساس المشكلة بتحول الى داتا او بيانات، والبيانات بيتم ده عمل processing، وبعد كده بنحصل منها على information او المعلومات، والكلام ده اتكلمنا فيه كله. بعد كده من المعلومات لما بننظمها بتحول الى النوليدج او الى المعرفه، بعد كده بنوصل للديزيشنز او الاوبتيمال ديزيشن او القرار الامثل او اخد ويزدم، عشان الكلام ده وضحته لكم قبل كده. وقلت برضو ان الجهاز او التكنولوجيا او الاي سي هات بتاع الكمبيوتر في الاساس ما هي الا ماثيماتكس، تحولت بعد كده للوجيك جيتس او تحولت لجداول منطقية ثم الى صمامات منطقية ثم الى دوائر منطقية، وبعد كده الدوائر الكهربية ووصولا الى التكنولوجيا. الكلام ده قلناه كله، بس عايزين ننظمه. يبقى from problem to neutrophic data information neutrophic information، ده لما في اخر حاجة قلتها لكم قبل كده عشان نوصل neutrophic decision للwisdom والoptimal decision. طيب يبقى في مصطلحات اساسية، احنا المصطلحات الاساسية لما دخلنا الماثيماتكس الجديدة او neutrophic mathematics، قلنا في نيتروسوفيك نوليدج، في نيتروسوفيك انفورميشن، في نيتروسوفيك داتا، والكلام ده قلت لكم بالتفصيل. وقلت ان النيتروسوفيك بيجمع ما بين اليقين واللا يقين، الكلام ده قلناه بالتفصيل. لكن لما هندخل بقى في بعض في البرمجيات، لما اتكلمت معاكم عن لغات البرمجه وعن السوفت وير واتكلمنا عن برامج نظم التشغيل اللي هي الاوبريتنج سيستم، اتكلمنا عن الكلام ده. انا عايز اتكلم بقى، هندخل في حاجه اسمها بيسموها التفكير السحري في البرمجه او الصناديق السوداء، يعني لان احنا في مجتمعنا محاطين بصناديق
سوداء بشكل متزايد، لكن من عادة العلماء تحديد أسماء مختلف التقنيات التي نستخدمها بسهولة دون معرفة البنية بتاعتها وطريقة عملها بشكل دقيق، مثل الجمع، مثل أن نجمع أو الجميع يعرف كيفية استخدام الهاتف، لكن يوجد عدد قليل جدا من التقنيين ذوي درجة عالية من التخصص قادرين على تصميم نموذج للهاتف أو نموذج جديد. يعني الصناديق السوداء موجودة في جميع المجالات ومتوفرة للجميع، ولا يهمنا هذا عموما، لكن بإمكاننا أن نكتفي بمعرفة سطحية لآليتها لاستخدامها عشان نعرف نستخدمها في الحياة اليومية عن طريق البرمجة. طبعا لا نهتم بمكونات مثلا البطارية الكهربية، لكن احنا بنستخدمها بمجرد ما نعرف البطارية، ان البطارية احنا بنقول كده ان هي بتنتج كهرباء بس عن طريق تفاعلات كيميائية، عن طريق ودي بندركها بسهولة. لكن قد يحدث في بعض الصناديق السوداء احنا مش عايزين نعرف ايه اللي جواها، معايا؟ قد يحدث وتصبح بعض الصناديق السوداء المعقدة، انا بتكلم عشان مجالات البرمجة، لا نستطيع ان نفهم. لا نستطيع ان نفهم بقدر كافي ان نستخدمها بشكل صحيح تحت اي ظرف. دي اللي هي الصناديق السوداء، اللي هي صناديق البرمجة. يعني انا يهمني عشان انا عايز ادي مقدمة بسيطة عن البرمجة باستخدام لغة بايثون، فأنا بتكلم عن السحر الأبيض والسحر الأسود، ده في عالم البرمجة. يعني لأنه بيسموها مدرسة السحر أو مثل البرامج، تمام. لغة طبعا عرفنا في البرمجيات، احنا عرفنا لغة أو الماشين لانجويج لما احنا بدأنا في أول بدأنا في المقدمة خالص عن السوفت وير. فالسوفت وير لما بدأنا عن السوفت وير ولغة الآلة أو لغة الماكينة اللي هي الأصفار والوحايد، إن 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 الحاسب في معاملاته أو في تعاملاته الداخلية كله يتحول إلى الأصفار والوحايد، وده الكلام اللي هي الأرقام الثنائية أو النظام الثنائي. طبعا أنا بتكلم عن الصناديق السوداء أو السحر الأبيض أو السحر الأسود داخل عمليات البرمجة والصناديق. فالرغبة السحرية ليست فقط أن نقر على الزر، لكن ما يحدث داخل هذا الصندوق او من اوامر ومن تعاملات للداتا او الانفورميشن او النوليدج عموما او المعرفه. يعني لكن احنا قلنا ان الكمبيوتر في حساباته الداخليه والخارجيه تتعامل مع النظام الثنائي، كله بتحول الى اصفار وحيد، الصور الاعلى كل شيء بتحول الى اصفار وحيد داخل الكمبيوتر. طبعا اساس لغات البرمجة عشان هتكلم عن بايثون بعد كده، طبعا الحاجة الاساسية المتغيرات. طبعا حياتنا او الفاريابلز، حياتنا عبارة عن متغيرات. في المتغيرات طبعا وفي الثوابت في حياتنا، هناك متغيرات وهناك ثوابت. طيب ازاي هنعرف المتغيرات داخل اي برنامج او داخل اي لغة برمجة؟ عن طريق البرمجة عموما لابد من وجود متغيرات ووجود ايضا ثوابت عشان اقدر اتعامل مع حل اي مشكلة، ان انا بعمل الالجوريتم او الخوارزمية لحل المشكلة. طبعا الخوارزمية نسبة لمحمد بن موسى الخوارزمي اللي هو عمل خطوات اسمها الخوارزميات،
احنا واخدينها من الترجمه للاسف اللغه الانجليزيه اللي هي الالجوريثمز. لكن الخوارزمي هذا الرجل هو اساس الخوارزمي، هو اساس للبرمجيات والكمبيوتر، وبيحتفلوا بيه بره كل سنه يعني. لكن احنا خدنا كل الترجمات عن الخوارزمي من اللغه الانجليزيه، لكن للاسف ما خدناهاش عن العرب، لان العرب وضعوا الصفر زمان، والصفر العربي هو اساس البرمجه واللغه، اساس المترجمات الخاصه للحاسب الالي، ولكن هم اخترعوا الصفر زمان، والوقت احنا تحت الصفر. ف لغات البرمجه، لغات البرمجه احنا عايزين What are the types of applications? Application software type طبعا هنحتاج لغه كابليكيشن وورد بروسيسنج سوفت وير اللي هو مايكروسوفت وير، في الورد باد وفي النوت باد، دي بقى ايه من السوفت وير ابلكيشنز، في داتا بيز سوفت وير، في اوراكل، في مايكروسوفت اكسس، دي كلها الابلكيشنز، في اللي هو الاكسل او في السوفت وير برنامج سيبر شيت، في الابل نمبر ومايكروسوفت اكسل اللي هي عباره عن سيبر شيت سوفت وير، في المالتي ميديا سوفت وير زي الريال تايم زي الميديا بلاير، يعني نوع على كل يعني وقت بروسيسنج سوفت وير زي المايكروسوفت وير زي الورد باد زي النوت الداتا بيز سوفت وير زي الاكسس مايكروسوفت اكسس اوراكل، الجداول الالكترونيه اللي هي زي الاكسل معايا زي الابل نمبرز، المالتي ميديا سوفت وير زي الريال بلاير الميديا بلاير برضه نفس الكلام. انا يهمني انتوا بقى في الماثيماتكس ماثيماتيك، هنشوف الماثيماتيكال سوفت وير، يعني لو انا اديتك سؤال زي ده هتكتبوا لي الابلكيشن وهنتكلم باستفاضه عن الماثيماتيكال سوفت وير. وقلنا ان في برامج كتير في الماثيماتكس، قلنا زي ايه؟ وفي الستاتستيك زي ماثيماتيكا، ماسكات، ماتلاب، مينيتاب، ميبل او اس بي اس اس كبرنامج احصاء، الكلام ده قلناه قبل كده وقلنا المهمه بتاع كل برنامج معايا. يبقى انا لما اسالك على الابلكيشن كان عربي طبعا عربي، لما اساله على الابلكيشن انجلش ماشي. فهنا في الماثيماتيكال سوفت وير هنتكلم عن الموديل اللي بيستخدم اللي بيعمل هنا طبعا رياضيات لغه الرموز سمبل صح؟ فاحنا عندي سمبل اور جيومتريك داتا، في حاجات في الهندسه، في حاجات في رموز للجو زي التفاضل زي كده. المهم الماثيماتيكال سوفت وير لو انت عرفته معناه ان هو بيتعامل مع الجبرا، الكالكولس، بيتعامل مع الجيومتري، بيتعامل مع كل الحاجات الخاصه بالهندسه والجبر والتفاضل والكلام ده. تعريف الماثيماتيكال سوفت وير موديل اللي هو بيعمل انالايز، بيعمل اناليسيز اند كالكوليت نوميريك ماشي، وبيحط برضه السيمبلز او السيمبل اللي هي لغات الرموز عشان الماثيماتيكس لغه. في جيومتريك داتا او بيانات الهندسية نفس الايه؟ نفس الكلام معايا؟ هنكمل على الحته دي، يا ريت انتوا تشوفوا الحاجه دي عشان انا مطلوب من تلخصون الحاجات دي في صوره اسئله واجابه. ايه الماثيماتيك طيب الماثيماتيك الماثيماتيكال سوفت وير بيعمل ايه؟ ايه المهمه بتاعته؟ اهو بيعمل ايفالويشن اوف ماثيماتيكال سوفت وير سوفت وير كالكوليتور كمبيوتر الجبرا سيستم كل ديت خلي بالكم يا ريت تصوروها تبقى عندكم او هتبقى في دي مهمه مين؟ مهمه الماثيماتيكال سوفت وير، لان انتوا كبتوع ماثيماتيك يبقى انتوا هتهتموا بالماثيماتيكال سوفت وير. كلكم عارفين الوورد، عارفين الاكسل، عارفين باوربوينت، عارفين مهمه البرامج دي. انتوا كابلكيشنز في الماثيماتيكال سوفت وير بيستخدم في بيعمل اناليسيس او كالكوليشن او اناليسيس
بيعمل ايه بقى؟ المحتويات بتاع ماثيماتيكال سوفت وير بيعمل ايفالويشن اوف ماثيماتيكال سوفت وير، سوفت وير كالكوليتور، كمبيوتر الجبرا سيستم، ستاتستيك، كل ده يتكتب بنظريات بيعمل بعض بروز اند بروف سيستمز. في اوبتمايزيشن سوفت وير، في جيومتري، دي كلها في البرامج. في الميوزك سوفت وير سيستم، في الويب سايت، وفي البروجرامينج لايبراريز. عندي في الريفرنس والاكسترنال لينك ضيف البرنامج اللي عندي اللي هو ماثيماتيكال سوفت وير. طيب هنعمل بقى، هنمسك واحده واحده من دول. يبقى انت لما هتسال في الماثيماتيكال سوفت وير هتدي انواع تايبس زي ماثيماتيكا، ماتلاب، ماسكات، ميني تابتي، واسماء البرامج. اما عموما البرنامج بيعمل اس بي اس اس في الستاتستيك. اما الحاجات اللي هي مكتوبه دي ان الماثيماتيكال سوفت وير بيقوم بالمهمه دي. يبقى انا كاسالك ان انجلش بنفس طريقه العربي بتاع العربي هساله العربي، بس لازم يجاوب انجليزي عشان البرامج مش عربي، صح؟ تكتب المفهوم عربي، المصطلحات انجليزي والمفهوم عربي في يبقى ده حاجه مهمه جدا بالنسبه لدكتور ماثيماتكس. خلاص؟ خلاص. هنتكلم عن سوفت وير كالكوليتور. طبعا الكالكوليتور بيعمل ايه؟ كلنا عارفين كالكوليتور ومديته ايه؟ صح ولا لا؟ يبقى هنا السوفت وير كالكوليتور بيعمل ايه؟ بيعمل مثلا بعض العمليات السيمبل في الماثيماتكس زي اديشن، سبتراكشن، مالتيبيكيشن، ديفيجن. معايا؟ ده الكالكوليتور عموما بيحسب السكوير روت، بيحسب الروتس، اللي هي السيمبل ماثيماتيكال الخطوات او الرياضيات البسيطه اللي هي الجمع والطرح والضرب والكلام اللي احنا قلناه. الكمبيوتر الجبرا سيستم، واتس ذا الجبرا؟ اللي هو الجبر، كل الحاجات اللي بتتعمل فيه اللي انتوا درستوها في الجبر اللي كانت بتوع رابعه وفي رابعه، يبقى اكيد درستوا جبر، درستوا هندسه في كليه التربيه يعني. الكمبيوتر الجبرا سيستم اللي هي كل العمليات الخاصه خاصة بالكمبيوتر الجبرا سيستم ذات يوز اللي فيها في الرياضيات اللي هي السيمبلز. طبعا كل الجبر سيمبلز، يعني ايه؟ رموز، صح؟ اكس واي زد، كذلك في الكالكولس. فده بيعمل الكلاسيكال الجبرا ايكويشنز، بيعمل سولف للايكويشنز. يبقى انت هتكتب برضه بتاع العرب هيقول ايه؟ ان حل معادلات من خلال الجبر اللي هو معايا موجود. بعد كده الاستاتستيك اللي هي الاحصاء، وقلنا برنامج الاحصاء بيتعامل مع الاستاتستيك اللي هو اس بي اس اس. هنا في الاستاتستيك ده ليسوا الاستاتستيك باكجز اللي هي عندك الباكج كامله للحاجه الخاصه بالاستاتستيك، المين، الميديان، المود، ريجريشن، بتعمل جراف، بتعمل ريبريزنتيشن للداتا، صح؟ كل الحاجات الاحصائيه من خلال الماثيماتيك. طبعا هناك بقى برامج ذكيه بتعمل ايه؟ في النظريات، الثيوريز والبروفز اللي هي خاصه ببرهنه النظريات. خلاص؟ يبقى انت كبتاع رياضيات مطلوب منك الكلام اللي انا بقوله لك. هنتعرض بقى بالتفصيل لبعض الحاجات المهمه. بعد الاستاتستيك طبعا في الجيومتري اللي هي الحاجات الهندسيه، تمام؟ في حاجات كتير خاصه بالماثيماتكس بتتعامل مع السوفت وير اللي هي ابلكيشن سوفت وير ان ماثيماتكس ستاتستيك ساينس. على السوفت وير بيعملوا معايا في البرامج او خاصه بالبرامج الماثيماتكس. يعني في مايكروسوفت ماثيماتكس عامله برامج كتير في الماثيماتكس، وكلها في على فكره في حاجات كتير جدا لطلاب الماثيماتكس معايا. يعني هنا الايكويشن، شايفين الايكويشن دي معايا يا شباب؟ في الماس اديتور معايا، ده برنامج الماس اللي هو الماس اللي هو
فيه الفا بيتا جاما كلها في سيمبلز ريسكول رود انتجريت او معايا كل ده فيه خصائص. ايه الفصل مثلا بالكالكوليتور؟ يعني كل جزء من انا قلته يا جماعه في حته تاني. فانا بعتوك برضه نفس الكلام دي الكالكوليتور او الحسابات الاطفال الصغار بتشتغل عليها الكالكوليتور والكيس. معايا؟ وازاي بيحصل في الانسر من خلال المال دي كلها. Seven.